دلوقتي موجز التاسعة وموجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن قمة القاهرة للسلام تأتي في أوقات صعبة تمتحن إنسانية قادة دول العالم. وخلال افتتاح قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الرئيس السيسي إدانة مصر الواضحة لكل أشكال ترويع واستهداف المدنيين. كما أعرب الرئيس السيسي عن دهشة مصر من وقوف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 1.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن مصر سعت من خلال دعوتها إلى قمة القاهرة للسلام إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف البيان أن مصر سوف تحافظ دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام. كذلك شدد البيان على أنه في إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله وبإرادة شعبها وعزيمته. شارك نحو 100,000 شخص في مظاهرة لدعم الفلسطينيين بوسط لندن للمطالبة بالوقوف الفوري لإطلاق النار في غزة. وتحرك المتظاهرون رافعين لافتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج 10 داونينج ستريت، حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك. ورفعت المظاهرة شعار المسيرة الوطنية من أجل فلسطين، ونظمتها حملة التضامن مع فلسطين. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جبلية شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد 5 مواطنين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين. كما استشهد 8 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم نصيرات وسط غزة. أعلن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي اعتزام بلاده طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا وعقد الاثنين الماضي اجتماع بطلب روسي بشأن النزاع، لكن مشروع قرار اقترحته موسكو يدعو إلى وقف إطلاق النار أجهد بسبب معارضة 4 من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقدت النص. وأكد بوليانسكي أن روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن، مشددا على أنه لا يجرؤ أحد غير روسيا على القيام بذلك. قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا ألمي إن 1 مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية. وطالبت مسؤولة اليونيسف بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة، مضيفة أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة. وشددت على أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا. حذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات كارثيا، مؤكدة أن المستشفيات تضيق بالجرحى وأن الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة. ودعت تلك الوكالات المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد لمساعدة سكان غزة.
وصل أكثر من 1000 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية السبت بعد قطع الرحلة المحفوفة بالمخاطر من إفريقيا، بينهم 320 شخصا على متن قارب. وتفيد البيانات الرسمية بأن الجزر استقبلت نحو 24000 مهاجر في الفترة من الأول من يناير إلى 15 من أكتوبر، بزيادة بلغت 80% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومن جهتها تعهدت الحكومة الإسبانية بتقديم حسبة مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لمساعدة جزر الكناري على التعامل مع تدفق الهجرة غير العادية. ختام موجز التاسع، وعودة مرة أخرى إلى جمانة ومحمد لاستكمال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا لك دينا.